مدافع عن اولادك، مدافع عن اولادك، ويدك بيدي يا ابن احمد. سامي يلا احنا خرجنا هذا اليوم للتعبير السلمي عن رفضنا لكل السياسات الحكومية سواء اقتصادية أو سياسية. طفح الكيل، وصل إلى حد أن المواطن أصبح يشهد، أصبح المواطن يعاني الفقر، أصبح المواطن يعاني الأمرين من سياسات هذه الحكومات المتعاقبة، هذه الحكومات التي رهنت قرارها السياسي والاقتصادي لمؤسسات رأسمالية ولصندوق نقد الدولي. نحن نطالب بثلاث: الأول كسر التبعية، تغيير النهج، وتحرير الثروات. لا بد من فتح ملفات الفساد وإعادة الأموال التي سرقوها إلى خزينة الدولة. شكرا. أنا الدكتور سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية. هذه المسيرة هي ببساطة شديدة هي شكل من أشكال الاحتجاج الشعبي الذي يريد أن يسمع صوته لكل صناع القرار، من أن الناس باتت غير قادرة على تحمل هذه السياسات الاقتصادية الهوجاء التي تفتقر الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه الشعب الأردني، الأمر الذي يجعل من تغيير هذه الحكومة وتغيير هذا النهج الاقتصادي الكارثي مطلبا ملحا لا يجوز الاستمرار به، ويجب الإسراع في تغييره، لأن الاستمرار به يعني مزيد من تعقيد الحياة الاجتماعية، يعني تعقيد الحياة الاقتصادية، تعقيد الحياة السياسية. هذا هو مطلبنا، هذا هو رأينا، وهذا هو قناعتنا. في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية، ما هو الحل أمامك؟ الحل أنا اعتقادنا أن الاستمرار في الحراك الجماهيري هو الحل الوحيد الذي يعبر عن مطلب الشارع الأردني وأبناء الشعب الأردني مهما كان، لأن إدارة الظهر وعدم الاستجابة يعني فيما يعني تحدي لكل إنسان أردني في لقمة عيشه، تحدي لكل إنسان أردني في مشاعره، في كرامته، في حياته اليومية. أنا فرج طميزي، أمين عام الحزب الشيوعي الأردني. هذه المسيرة خرجت احتجاجا على السياسة الإفقار والتجويع التي تنهجها حكومة الملخي، وفي نفس الوقت نحن نوجه عدة رسائل من خلال هذه الفعالية. الرسالة الأولى أن مجلس النواب لم يعد قادرا على إداء مهماته، ولذلك عليه أن يرحل. عندما أخذ قرار ومرر هذه الموازنة سواء بالتصويت بنعم أو بالجلوس في القاعات الخارجية ومقاطعة التصويت، فكلاهما يصب في خانة واحدة وهي تجويع أبناء شعبنا. هذا في نفس الوقت أيضا وزارة الملخي تقوم بإجراءات اقتصادية لا تهدف منها إلى شيء إلا سياسة التجويع. أظن أن البلاد تعيش في حالة احتقان اجتماعي كبير، وإذا رأس النظام والقيادات السياسية في البلد لم ترى هذا الاحتقان فإن النار تحت الرماد وستنفجر في أي وقت كان. وها هي الجماهير الشعبية اليوم في عدة محافظات من المدن الأردنية تنطلق وتطالب بشعار واحد: فلترحل هذه الحكومة، ولا بد من حكومة إنقاذ وطني تضع برنامجا وطنيا لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
حكومة وظل في يعني هذا الفقر هو في شعب بده يعيش، كيف بده يعيش؟ شو الحكومة بتساوي قاعدة؟ هي على الأقل قوت المواطن، كمان تحرمه من الأكل، رغيف الخبز، المواد التموينية 260، أنا إيش الحكومة بتساوي؟ شو قاعدة تساوي؟ بس تظل قاعدة على الحكومة وتأخذ والفساد. ايضا البرلمان اللي بيمثل الشعب وينه هذا عن لنا؟ المطالب هو هذا وتقدير النهج وانه هذا وعاده هيكله الدوله وانه في ناس وطنيين في هذا البلد، خلاص من الناس المنتفعين والنخبه اللي عاملينها فوق الفساد. مع الفساد ان تنتهي من هذا البلد. ما لا يوجد هناك من سرقوا الاموال؟ اين هم؟ من حاكمهم؟ عيدوا الاموال اللي لو انها الحكومه مش عاجزه كان جابت الفلوس اللي اخذها الناس السارقين، وعاجزه عن كل شيء. فلتستقيل، فلتترك، ليس من مصلحة الأمة أن يبقى هؤلاء الناس. وحقيقة هذا الشعب لن يقف مكتوف الأيدي وسيبقى يتظاهر حتى يسقط هذا النهج على جميع الأوجه. أول شيء القرار برفع الأسارة غير موفق. ليش؟ اختاروا الزمن اللي كنا احنا في حدث أهم من القرار رفع الأسعار، وهو قضيتنا قبل أسبوعين أو شهر ترامب قام بقرار المشين مثله والعالم كله وقف معنا. اختاروا الزمن هذا مشان يغيرونا عن النهج اللي احنا ماشيين عليه. بدل ما نطالب احنا في القدس وفي قضيتنا وفي الوضع اللي احنا فيه مزري جاء وهو لا يتناسب حتى مع أدنى مقومات الأخلاق. لو كان عندهم ذرة حياة ما قاموا في رفع الأسعار، وقبل أسبوعين أو قبل أسبوع كان ترامب بهدد فينا القدس عاصمة لإسرائيل، ولن يحدث هذا الحكي. واختاروا الزمن، لو عندهم شوي لو بجوعونا لازم يستثنوا القرار هذا. لما نشوف قضيتنا العالم وقف معانا عليها وين صفت اللي هي أهم من رفع الأسعار ومن الخبز ومن السوالف هذه، وعندهم إمكانية والله يطعمونا حتى لو جوعنا. ما لازم ينسونا قضيتنا الرئيسية والقضية المركزية اللي أهم من رفع الأسعار. فلو وفقهم الله لهم ولا رفع الأسعار تبعه. وشكرا من فائز الطرامنة للملقي المجلس النواب المجلس الأعيان اللي تم تعيينهم وناس ما نعرفهم بالبلد، ما خدموا البلد، كل اللي بالأعيان. الناس ماتت الناس، كفي صبر، صبرنا بما فيه كفاية، وإحنا خدمنا البلد وخلصنا للبلد ومضينا حياتنا وإحنا نخدم بالبلد، حراس إحنا صرنا، خلص انتهينا. وارفض حكم الأفكار، وارفض حكم الأفكار، من الواسد حتى الأغوار، من الواسد حتى الأغوار، شباب بتهجم على النار، شباب بتهجم على النار، بتحمي البلد من التجار، والحلف الطبق الغدار، وناس بتطبخ بالآلات، وناس بتطبخ بالآلات.
قوموا فاقر لكن افكار، قوموا فاقر لكن افكار، ونعيش التابع والسمسار، ونعيش التابع والسمسار. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.